ازيك يا كابتن؟ ربنا يخليك يا عمر. طبعا بقاء الله، يعني كل تعزينا طبعا لاسره دكتور خالد، يعني راجل من الناس نحسبهم على خير ونزكي على الله احد. يعني ان شاء الله ربنا يجعل مثواه الجنه ويصبر اهله ان شاء الله ويلهمهم الصبر. وزي ما انت اتكلمت، يعني يمكن سيره الواحد هي اللي بتبقى، يمكن او هي بتخلد بعد كده، وسيره الدكتور خالد اكيد سيره طيبه وسيره محترمه. كلنا بندعي له ان شاء الله، يعني ربنا يرحمه يا رب كابتن. يعني كفايه زي ما حضرتك قلت السيره الطيبه.